الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إن من نعم الله علينا أن كرمنا بخدمة بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهل لنا طرق الخير بأن قامت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض ببناء صرح شامل لدعم المرأة الريفية، وإقامة أول مجمع صناعي في المملكة العربية السعودية بدعم من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الزراعة والتعاون مع منظمة الفاو، بأن أقمنا صرحنا لدعم سيدات الأسرة المنتجة وتدريبهم وتأهيلهم ثم توظيفهم في المجمع الصناعي، وذلك للحد من البطالة النسائية. نشكر جهود منظمة الفاو بدعمهم للمجمع الصناعي بزيارة الدكتور عبد الله وهبة مع فريق خبراء، وذلك بإقامة دورات عن التصنيع الغذائي والمبادئ الأساسية للصحة والغذاء وكيفية دعم المنشآت الصغيرة، وذلك لدعم المرأة الريفية وطرحها لسوق العمل، وعمل تجربة ناجحة كانت بين دولة المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية بتبادل الخبرات بدور الجمعيات التعاونية لرفع وتحسين دخل مستوى المرأة الريفية. المدير التنفيذي للمجمع الصناعي والجمعية التعاونية تغريد عباس مرغلاني.